مشاهدينا الاوفياء، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم نصوروا الناس. حلقه اليوم غادي نصوروا الناس، واش عارفين علاش كنحتفلوا بالمراه في 8 مارس؟ بقاو معايا. النساء ما مقدرومش المجتمع بالقيمة الحقيقية ديالهم، الدور الحقيقي اللي كيلعبوا في المجتمع هذا ما خوش واحد عين الاعتبار اللي هو مهم. وكنديروا هذه النهارده ديال 8 مارس باش نفكروا الناس بأن فعلا المرأة عندها واحد الدور في المجتمع اللي ما خصوش يتنسى، مهم. كنحتفلوا بها تكريم ليها، تكريم للمرأة، تكريم الجنس ديال المرأة. عيد المرأة ولا كي ولا واحد الاحتفال باش ان الإنسانية تحتفل بالمرأة وتعاود يعني تاخذ بعين الاعتبار زعما والحقوق ديالها وبزاف ديال الحوايج. بالنسبة للمرأة، المرأة هي كلشي. المرأة راه الوالدة، الأخت، يعني نقول لك واحد 80% بالنسبه للراجل. لاحقاش كون ما كانش المراه ما يكونش الراجل، والعكس كون ما كانش الراجل ما تكونش المراه. وهذا الشرف لهم حتى هما باش تعطاهم قيمه. لاحقاش المراه ما بقاتش كما كانت المراه تتحتار بالنسبه للعائله، بالنسبه للجيران، بالنسبه للولاد. دابا ما بقاش. دابا تنشوف ان كانت عندنا عاده حنا بالنسبه للاحياء الشعبيه، المراه لا شاهز هز يعني الخبز تتلقى لها دريتي تقول لها مهمتي. دابا ما بقاتش هذيك العاده، ما بقاش الاحترام. المراه دابا مسكينه تخرج تعمر الماء بوحدها، ما بقاش هذيك اسمحي لي مهمتي ولا هذه. المراه عندها قيمه صراحه. العيد ديالها عادي نحتفلوا به، بان خصنا نعطيوها حتى هي المكانه ديالها واحد النهار في العام. النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليها، كيقول لك امك ثم ابوك. فعلاش حنايا اللي النبي صلى الله عليه وسلم وعطاها هذه القيمه، وحنا بالعكس خصنا نحتفلوا بها يوميا ماشي غير، لان هي اساس المجتمع. لان كل ما كانش المراه ما غيكونش الراجل. يعني المراه هي الاساس ديال كل شيء، هي الطرب. يعني المراه اساس المجتمع. هذه راه من العاده ديالنا هنا في المغرب. ضروري المراه اي حاجه راه عندها فيها الحق. الاحتفالات اي حفل زعما كاين من الذكريات اللي عندنا هنا في المغرب راه عندها الحق، ماشي غير في عيد المراه، في اي حاجه راه عندها الحق المراه. احتفلوا بعيد المراه حيت باش نعطيو المراه قيمه وكرامه. الاحتفال اصلا كيكون على طول، على دائما على طول، على من سنه لسنه. ضروري كتحيي واحد الذكرى للمراه باش كتخليها كتحسسها انها كمراه، كان عندها واحد النهار ديالها، عندها واحد الذكرى ديالها. اذا كتحيي حتى الناس اللي كيكون عندهم فكره ناقصه على المراه، ملي كتحييهم ديك النهار كتحييهم ديك الذكرى ديالها، كتحسسهم ان المراه عندها وجود. لولا المراه لما كانت الدنيا صراحه تقال. انا كنحيي المراه وكنجعلها دائما فوق القمه. اليوم مشاهدينا سولنا الناس واش عارفين علاش كنحتفلوا بالمراه في 8 مارس، والاغلبيه تيقول بلي هذا الاحتفال هو من اجل التعريف بالمراه وبالعطاء ديالها باعتبارها هي نصف المجتمع، وبلا بها ما يكون والو. نهايه الحلقه، شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء.